رجوليه، ما بغاو لا يحاكموني على داك المونتيف، ما بغاو حتى شي حاجه، وانا مونتي راه الكلاس ديالي قرب، وانت عارفه ان المشاكل اللي عايش انا راه هاد الساعه راه مضرور، والله خايف يهروني لو ولا راه عندي واحد التصويره في الدار تنمشيو نوريها، اختي بقى فيا غير العظم، تقتلت قوه القرقوبي والصحير وكذا وهادي. قالت لي شنو دابا؟ قلت لها سيري يا امي، انا راه مبراكي دابا الشامبري، ديري شي حل، سيري المحكمة، سيري حقوق إنسان، سيري. قالت لي غير شنو غادي نقول لهم؟ قلت لها دوز لي يا عمي، واحد عمي كان باقي حي ديك الساعة مسكين قاري شوية، دوزت لي في التليفون، أنا كنفتيه ليه هو تيكتب، أنا تنفتيه ليه هو تيكتب، كتب ديك الشكاية، أمي صحات في المحكمة، مشات للمحكمة، لونصات على المحكمة، مشات عاوتاني لإدارة السجون، ديك الساعة باقا إدارة السجون ما كاين لا مندوبية لا والو. 2002 ما كاين لا مندوبيه لا والو. قالت لي ما وديش غادي نقول لكم، راه ولدي راه شنو واقع عليه وشنو واقع عليه وشنو واقع عليه، ديكلارات المحكمه وديكلارات المندوبيه. اي قالت شط الشامبري ومرياح، جا عندي رئيس المعقل، جاو عندي مسؤولين تيهضروا معايا حل ما حل. قلت لهم انا ما كنعرف حتى شي واحد فيكم، ما عقلتوش عليا وما نعقلش عليكم، ونيش انا خايب، انا نضرب المونتيف بوحدي صافي. شديت جا الوكيل العام ديال ديك الوقت، ما عليناش شويه تا كنسمع في الكرواح احترام 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 احترام، عرفت هذا الشيء مسؤول شيء. وقف عليا الوكيل العام في القريه، وقف عليا الوكيل العام في القريه، قال لي اش داك الشيء يا وليدي؟ قلت له استاذ راه ما كاين ما نقول لك، هاد الناس هادو راه بغاو يحمقوني، ثاني حاجه راه ما بغاوش يديروا معايا حتى شي حاجه. قال لي بحال هادشي اش غنقول لك؟ قلت له استاذ هاد الناس هادو راه ظالمين. قال لي واش دابا غتحل؟ قلت له غادي نحل، ولكن خصني قلت له حتى نعرف راسي من رجليا. كيفاش تعرف راسك من رجليا؟ قلت له شكون ولا اداوني ولا تقول لي؟ هو الوكيل هو يطلع له الدم. قال لي هو دابا انا هنا وانت كتقول لي غادي اديو، باقي انت نهضر انا وياه شويه حتى كنسمع عاوتاني احترام 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 في الكروه. ويلي شكون هذا اللي جاي؟ يجي المفتش العام ديال إدارة السجون، والله العظيم ما خفتها، هو يوقف عليا، وأنا هذاك المفتش العام ندوز معاه في 91 في حبس العواد، كان باقي لا مدير ديك الساعة، والدراري ديال قريطرة، الدراري القدام، ولاد قريطرة اللي مدوزين حبس العواد في 91، راه غادي تعرفوا ذاك المدير اللي كان في حبس العواد، راه هو اللي هذا السيد هو اللي ولا مفتش عام في 2002. جا وقف عليا بدا تيخسر معايا الهضرة، بدا انا بدا تيخسر معايا الهضرة، وانا خسر معايا الهضرة اخي فيرو، ما نكذبش عليك حتى انا خسرت معايا الهضرة. الوكيل العام قال لي ما احترمتنيش، وقلت انا مسجون، انا مسجون، شو هذا اللي مسؤول؟ شو هذا اللي مسؤول وما احترمكش؟ قال لي ما عليناش. شنو هو؟ شنو ما تحترم راسك ما تحترمش راسك ما غاديش نحترمك. هو يقول لي الوكيل العام قال لي هضر معايا شوف أستاذ، أنا عندي دلائل ديالي، عندي مشاكل ديالي، غادي نحلك الباب وبشرط ما يقيسني حتى شي واحد يهضر معايا حتى شي واحد، أنا غادي نخرج معاكم وإلا لقيتي هادشي أنا ديرو فامور غير تسارة وغير بسالة وهادي أمن راسك عار راسك عندك حوش حتى الله يرحمك الوالد. قلت له إلا كتصاب هادشي ديرو فامور غير باغي نتصور دير فيا اللي بغيت، ولكن الا تصابت على صواب غادي تشد ليا حقي وغادي تنصف. قال لي ما كنتيش كلام، قال لي غتحل دابا وغادي نحل. مشيت اخويا بقى عندي واحد 300 غرام، بقى عندي واحد 14 ديالي مسائل ديالي، درتهم تحت مني واحد شويه ديال الدواء اللي كنت متوقف ديالي، بديت كنحيد لهم البايصه، قلت لهم الدراري حلوا البايصه. الافكار ديالي لا هادشي، المهم ما كتبش واحد القضيه والله خوتي الجمهور تنعرف هادي غادي تسمعوها وغادي تفهموها. شتي داك الصباح اللي صبحت ساد فيه الشامبري، اقسم انا تودي الله خوتي المغاربه الا غتسمعوا الطريقه هادي الا غتدوب تموت وتضحك. كان معنا واحد البلجيكي وصاحبنا واحد الفرنساويه، وهاديك الفرنساويه ولد معاها وليد في فرنسا،
ومعن شو باش تعرف ان واحد معايا هذاك الصباح جايين جاي القنصل ديال فرنسا والقنصل ديال بلجيكا وجايه العاو جايه المراه الفرنساويه وبولدها وجايين عائلتها وجايه العائله ديال داك المسجون من بلجيكا وعطي شنو وتيقول له عطيوه حلوا لينا على الاول جيبوا لنا ولدنا راه السيد بغينا نجوجوهم هنايا باش يخرج راه عنده مده طويله باش يقوم بالواجب ديالو وكيتسنى وهو غيخرج هو غيخرج هو يخرج وانا ساد الشامبري هادشي تنقول لكم راه مع شي 10 ديال الصباح هاي المشكل كيكون راه كيحبسوا السياره بديك الوقيته لا كتحبس لا زيت وقعت كان واحد النهار لا السياره خدامه عاديه حيت حنا كنا في حي الف زيارة غدا عادية قلت لك الناس جالسين عليهم فين هو تيقول لهم هو جاي هو جاي تيقول لهم بزاف فين وغا يكونوا هاد المسجون وخا يكون فوط طالين غادي ساعتين وحنا معاك تو في الشامبري معايا في الشامبري سد علي انت والله العظيم خايف يهرب عرفتي قلت لك هي فاش جا المفتش العام ديك الساعة عيطوا له جا واش غنقول لك اخي فيها تيقول لي غير حل انا ما ديت ما جبت انايا انا براسي راه مدي ما جيبت الشيء راه وقع كامل وانا ما عارف شنو وقع بقيت حتى ل 12 النهار عاد حلت ليهم ما هو كيحلوا علينا قال لنا راه داك الكوري هو الاول خرج عرفتي درت له فضيحه شنو هي القنصل ديال فرنسا والقنصل ديال بلجيكا والناس خاسرين ترونسبور وضاربين قيامه ديال الطريقه خايف يهرون باش ما طلقتو ليهم حتى صافي الروينه كانت غادي تطلع هي بس سواها معايا صافي خرجت معاهم غادي فين مشينا فين كان البارود المحامين فين كان فين كانت البوشطة ماشي الاولى القديمه فين كان الكرفي في القنت الاول دخلنا الوكيل العام المفتش العام ريحنا تنهضرو شو واقع وليدي السلاوي شوف استاذ انا بقيت ما نخبي عليك يعطى الله عطاه قال لي شنو قلو حاصل بالدواء حاصل بالفلوس محكوم عليهم بربع شهور ديال الحبس واخا هاد الناس هادو فيما تندفع عليهم طالب الاندماج تيقول لك اودي راه الاندماج داخل المؤسسه ما كاينش قلت له الفصل 120 ما تيقولش هاد الهضره هادي فصل 120 تيقول لي لا ضافت عقوبه على عقوبه كتحذف العقوبه الصغيره وكتبقى العقوبه الكبيره زائد الغرامه قال لي وراك حافظ القانون اوليدي وراه هادشي اللي عطا الله راه موراه بقوه الحبس وقرايه والكتوبه وهادي قلت ديك الساعه باقي مشيت للسلطه باقي ما قريتش الدروه في السلطه ولكن حافظ الصواري ديالي فهمتيني حافظ الحق اللي عليا قال لي واخا هي هادي قال لي زيد شنو اخر قلت له انا حاصل ب 700 غرام وحصل ب 300 كتاب ديال النيبرو وحصل ب 120 بوطه ديال السيليسيون وثلاثه ديال الويسكيات و 41000 درهم 4 مليون و 20000 ريال قال لي فين كاين المشكل قلت له انا بغيت نتحاكم على المونتيف ديالي باش ندمج كل شيء باش تبقى لي العقوبه الكبيره الا كاين الافراج راه غنخرج ما كاينش افراج غادي نكمل حتى نكمل حبسي ونخرج قال لي يا زيد شنو كاين طاحت شحال من مره سنهضر في هذا الوقت هادي وكاسين داكشي تاوي لا خايف يرون ومرزان وسنهضر لا يسمح لي واخا مقرقب ولكن تنعرفش نقول ضابط الامور ديالي قال لي صافي هادشي اللي عندك قلت له باقي استاذ قال لي شنو باقي عندك وانا نوقف فين داير داك الملف ديال الحماق ديالو هنايا الحوايج وقفت وانا نضف في الوكيل العام بلا ما نسمي بلا ما نسمي حتى شي واحد قلت له استاذ دابا واش تنبان لك انايا حمق قال لي يلاه قال لي انت حافظ القانون حافظ المواد وكتهضر معايا احسن من واحد اللي ما عرفش شنو قاري قال لي شمن اللي هو عندك قلت له انا كنت كنجيب هادشي في الشهاده قال لي وحافظ هادشي كامل قال لي وكتهضر مرزن قلت له واخا غادي نحيدوها قلت له كتبان لك انا فيا شي علامه ديال انني فايت كنت حمق وبريت قال لي لا قال لي طبيعي وشكري كيف وين شكري تتهضر وهادي قلت له واخا سيدي انا نحل ديك الشكاطه وانا نجيب داك الملف حطيته له قدامه قلت له شوف هذا الملف ديال اش استاذ شد داك الملف بقى تيقرا فيه دوسي ميديكال دو بسيكاتر قلت له قرا ديك السميه اللي فيه المستطرف محمد قلت له واش كاين الرقم ديال الاعتقال تما 95602 قال لي هذاك هو رقم الاعتقال قلت له حل داك الملف حلو قلت له
كلو كان بان لك انايا تما فايت خرجت عند شي طبيب ديال الراس ودوزت عنده وخرج لي شي دواء ولا شي حاجه. قلب الوراق كاملين ما لقى حتى شي حاجه. قلت له قلت لك كاين تما شي نهار انا هبطت لعندو من الفرملي وعطاتني وعطاوني الدواء وسينيت عليه. قال لي لا قلب ما لقاش. قلت له استاذ هادو راه كانوا بغاو يحمقوني صابوا لي هاد البيت هذا وها هي الشكايه. عاوتاني خشيت قلت له الشكايه ديال باش كانوا غايدقوا لي باري. قلت له ها استاذ مشاكل كبيره تنعيشها مع هاد الناس هادو وراكم بغاو يحمقوني ولا يقتلوني ولا الله غير. بقات يشوف داك المفتش العام ويقول له راه لعنة الله عليكم الى يوم الدين. قال له شو دابا مسجون كيفاش تيهضر وهل ادله وكل شيء عنده وهاد السيد ما طالب حتى شي حاجه طالب اندماج وطالب يتحاكم على المشكل اللي حصل به. إذن السيد ما كذبش عليا. زيادة على ذلك الدوسي ديال الراس شكون اللي صاوب له الدوسي ديال الراس؟ قال له ما في العلم ديالي واخا من بعد غديروا التحري ديال هاد الشيء هذا. قعدت نشوف فيهم قال لي شوف اولدي السلام ريح انا يبقى مريح انا وانا غادي نمشي عند المدير ونجي. مشاو عند المدير بقيت انا مريح تمايا هضروا الهضره ديالهم غادي نمشي ونرجع عندي الوكيل العام. مريحت قال لهم جيبوا لي الملفات ديالو بجوج داك الملف ديال 4 شهور والملف ديال العام ونص اللي كان عندي. كانت عندي محاوله القتل وتبادل الضرب والجرح مع محاوله القتل مع احداث مستديمه في العين ديال واحد الدري كنت حيد له عينه. سامح لي يا مسكين خديت عام ونص ديال الحبس ولكن ما جبتوش اخاي فيها. اقسم لك بالله وهاد النار منقص من عمري ما جبتو حيت حقيقه كنا كنشربو كاملين ولكن المشكل وقع على بنت. ديك البنت ما على بالهاش به هو كان تيصرف عليها وعمرو ما قاصر. ملي شافني انا تنضحك معاها وتلعب انا وياها وداك الشيء السيد بحال تقرص مرض من جهتي ملي تميت خارج معايا باش غادي نوصلو بحالات هو يزرب عليا واحد القرعه هنايا شنو نقول لك خشى ليا هاكم خشى ليا الدراس ديالي في وجهي درت تسعود الغرزه من الداخل وحق الله العظيم اللحم تخشى ليا في الدراس اخي وربي نصرني عليه والله الا نصرني عليه هاكم نصرني عليه ضربه هنا في الكلوه حيدت له عين ذبحته من قرفات جوج ذبحات سيد 3 شهور هو في الكومه ثلاثة ديال العمليات على العين وما ليش حاجه ليه ما عليناش. شنو نقول لك اخويا قال لي يا ريح جابوا لي الاحكام ديال الملفات ديالي هو بيدو تيعمر الاندماج كتب لي طالب الاندماج الوكيل العام بيدو دار داك الشوف قال لي شوف اخويا ما دير حتى شي حاجه دابا دير لي اندماج هو كتبتولك المولتي في الاخر غاتمشي تحاكم عليه وديك الساعه دمجولك. قلت له واخا استاذ ما كاينش المشكل. قال لي ولكن غدير واحد اللعيبه شنو هي زوينه. قال لي غادي من دابا من الان فصاعدا قال لي انت ما بقيتيش غادي تسكن مع بلاد تما بدات القضيه ديال المالديسي فلين داك مراكش. مشيت اخويا في الروم فين داني دوز ما نخافش عليه راه الدراري ولا الضربات راه عاقلين على هاد المشكل هادو حكا خويا اليعقوبي تا هو راه كان جا وكان تا هو على شي حاجه ما عرفتش على شنو بالضبط مسكنو في حي ثاني وجا في واحد الفتره ضرب معنا شي 4 شهور مسكين تيبقى حاضر تيبقى تابع لي بارطا مشيو يدوروني طافيين على ديك الكارثه وداك الشيء خاطر خوتي ولاد بنات راه الله يكبر بكم الله يسهل عليكم خويا اليعقوبي الرجوله عبد السلام تحياتي لك اخويا يعقوبي الرجوله من هذا الفيديو هذا على ديك على داك المشكل. المهم رديتي لي البال والله يعطيك الخير اخويا منير الزيتوني حتى هو كان جا على شي مول الزيتوني الناس راك عارف اللي كنهرب الزيتوني اللي كنهرب التيمومي خاطر اخويا التيمومي والناس ديال سيدي قاسم والناس ديال الغرب اخوتي باش نزيد لكم واحد المعلومه الدراري ولا سيدي قاسم عقل معايا على هذه اللقطه في الحبس الساحل الفهرون جاتني تبوريشه شويه البرد عشيه هادي خوتي الناس ديال سيدي قاسم اللي كتطلبوا مني اخويا نعاود لكم على التيمومي وسمحوا لي انا راه تنقرا التعاليق وراه قريت التعاليق ديالكم
مشيو الدراري الله يكثر خيرهم تيقولوا لي ودي علاش تلغمك على التيموي وما بغيتيش تعاود لينا على التيموي انا خوتي ما كنفيدو في الفنون انا بغيت تسمعني ما تسمعني بيه عند مول القصه ولا مول الحلقه ما كنعاودش خويا التيموي دابا راه وقفتو ولا جوج المهم وجاتني وجاني ميساج قال لي اسمع محمد ما تعاودش عليا دابا بلاتي شويه وانا حتى دابا وضحت لك هذا الامر هذا تيموي من بعد وغادي نعاود عليه حتى يعطيني هو الاوكي ولا يعطيني خو خالد الاوكي الله يكثر خيره راه على برا راه ضرب الموتيف ديالو حتى هو 20 وخرج خصني الايد باش نعاود هادشي اللي كاين اخوت وكما قلت لكم في خاطر خويا الزيتوني حتى هو راه حاضر لهاد المشكل هذا ضرب معنا حتى هو شي ايامات ومشى بحالاته وليدي اش غنقول لك مشى الوكيل لعب بحالاته انا باقي عندي محضر دوسي دراس في الدار صفت عليه واحد واحد موظف جاني انت بقيتي في سلا داك الميم جوج مشيت الميم جوج جات العشيه قال لي ادخل لابيل دابا علاش ندخل لابيل ياك انا احمق ياك اخويا احمق دابا احمق هو دابا الحماق غادي يبدا قال لي كيفاش الحماق احمق انا نوريكم الحماق وانا جبت داك الدوسي وانا نلحو لهم في الارض قلتلهم دابا الحماق غادي يبدا ما عندي ما نبراكي انا بوحدي في السيلون دابا غادي نوريكم الحماق كي داير قلت انا حمق انا غادي نوريكم الحماق قلت لهم والله لا دخلت لشي لابيل فين مشيت مشيت لديك القروة ديال حي الف حدا ما بين ميم واحد وحي الف ديك القريوة وريحت وربعت جبت كاع ديك الممنوعات اللي عندها خلف الهرون وحطيتها في الارض قدامي وربعت رجليا وريحت زيد دخل ما دخل قلت لهم والله ما ندخل انا احمق اللي قرب عندي غنفشو قال لي ياك الوكيل العام جا تصنت ليك وشكيتي بينا وكذا وهادي وهادي قلت لهم شكيت بكم ولكن دابا انايا انا بغيت نحماق بغيت ولا نحماق ها انا غنحماق بقاو تيشوفوا معايا الله يهديك السلاوي الله يهديك الله يهديك قلت لهم ما كاين الله يهديك لا والو والله لا دخلت لشي لابيل واللي قرب عندي غادي نفشو شافوا العين حمراء قلت لهم انا ما خارجش فين غتوصل كاع نزيدو المونتيف صافي بالعربيه عولت على المونتيف الخفيره عولت على الموتيف شافوا تاعي وما يسمحوا فيا ديك البلاصه هذيك يا خويا وليت كنبيع بالليل راه قلت لكم الجمهور الكريم في قصه اخرى مع فيرون قلت لكم راه غادي تسمعوا شي حاجه ما غاديش تدخل لكم العقل ولكن خوتي راه خويا اسلام اليعقوبي وخويا منور الزيتوني راه عاشوا معايا هذه الفتره هذه والرجال تا هما اللي كانوا في ديك اللحظه في سلافيهم ولاد خميسات ولاد تيفالت ولاد من جميع المدن راه حاضرين لهاد القصه هادي ما بقيتش اخوتي كندخل بالليل السيلون ديالي السيلون فيه 8 الناس ميم جوج 10 8 في الحجرات وجوج في لاكار انا بوحدي مرح اقسم لك بالله الجمهور الكريم غادي نعاودها لكم وانتم قولوا الله اعلم وانا في هاد الطبيعه هادي الا وصلني لدارنا الى اول فيس دي دخل الحبس ديال سلا هو اللي كان عندي ديك الساعه داك السيلون ديال اللعبان والفيسيديات والتحريق وداك الشيء سفت على الكليبات ديال هادو وتصوتوا صورة وتنطلق لك داك الفيسيدي مبروشي مع التلفازة ما كاين غير الزدوح غير الزدوح غير الزدوح وراك عارف بين جوج كلشي محسس كلشي مقرقب شي موسيقى وتنطلق ديك الموسيقى افو انا بقوة القرقوبة خايفي هرون حتى الصباح حتى نجي نعس وليت كنبيع بالليل كندور على الشنابر كنوقف على الدراري في الشنابر ارى شي هضوره ارى شي كاشه ارى شي لعبه وتنريح سيرت السير الشنابر اللي فيهم ولاد البلاد اما اللي ما فيهمش ولاد البلاد تنبيعو نكومك معاهم شويه ونزيد عاوتاني تندور على الشنابر كاملين واللي فيه الدراري صحاب ولاد البلاد كنريح معاهم كندير هو دايره ونريحهم هما لداخل وانا برا بقاو على الشوانات والدواء حتى كندوز الليله ديالي مرحه الصباح كنعاون دوك صحاب حكيم كنقول له راه ديك الورقه ديال صحاب حكيم كنمشي عند شاف البوست كناخذ الساروت والله الا كنحل عليهم بيديا فلان 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 سخر صحاب حكيم كاملين تنمشي فين تنمشي
تيمشيو صحاب المحاكم سنرجع للسقايه اللي حدا ميمجوج لاحظتي عليها اللي تيسقوا بها الغاز وفي الجرده عرفتي السقايه راه طالعه حتى لهنا بالعلو بلاصه طالعه مع الحيط الجعبه والروبيني حد هنايا تنحيد حويجاتي كنجيب الفوطه كندخل حتى الروبيني الناس هابطين للزياره ونجي طالع شاب كلشي كيشوف فيه الشرطه كندواش مع راساتي كنعاود نمسح كنمشي فين كنمشي لديك النخله الكبيره بحال غندخل ما بين حي جيم وحي دال وحيبه حيبه على اليمن حي دال حي جيم فاس وكاينهم كتزيد بحال غتهبط للزيار كاين واحد النخله كبيره كنفرش ديك الفيطه تما وكنعس وزي بس شي واحد يقرب ليا ولا يحمق يهضر مع حمق نعتي والله ما كذب عليك مع الدواء مع مناعس وكذا وهذه الا تما كنبقى ناعس تا كنضرب الفيق على خاطر ولا شي واحد بقى بغى يهضر معايا لا فمالي الوقت شكون ندير كنفيق كنلقى باقي ثلاثه الزيارات ولا اربعه كندخل بكل شيء ديالي بداك الشيء كنبيع في الزياره اقسم لك بالله كتسالي الزياره عاوتاني كنمشي كندور كنتبرم وليت مول الحبس واعرفتي شنو هي ما ندخلش بالليل واخوتي الجمهور السلاوي والله ما بقيت ندخل لابقين راه قلت لكم في القصه الاخرى دوز داك شحال شي بقى انت باقي لي شي قلتها لك عاود انا عاود شي حاجه شي واحد شي ناس راه ما اكثريه الناس ما غايتيقوش ولكن كاينين الرجال كاينين الرجال راه الرجال غيتفرجوا في هذا الفيديو هذا وراه غادي اللي غيسولهم غادي يقول لي هذا الشيء راه كاين واحد النهار انا جالس تا دور تنبيع بالليل غاز كملت ديك المده ديالي ودخلت في المده كنت نخرج 12 في شهر 3 جات 18 في شهر 3 بعت درت شريت كذا هادي فانا بالضبط في حيبه مباركه الزي اللي كان في الكوزينه والله الا بالبلوزه ديالو بيضاء تيقلب عليا فينا كارتي انا مشيت للسيلون ديالي ما لقانيش ويلي تيسول الدراري المساجن فينا هو السلاوي قال لي راه تيدور يا غادي تفكرت واحد القضيه خوتي عقل معايا على هذه اللقطه هذه السيلو اللي كنت فيه 11 واحد الليله انا كاندور كنبيع مورايا واحد ثلاثه ديال السيلونات كانوا فيهم واحد الدراري ولاد البلاد بلا ما نجبد السميات ديالهم واحد الموظف ماشي راجل هذيك من ذكر انا اللي خرجت عليه في ديك الليله هذاك الشيء انا ما تنحملوش عرفنا اخي الفاحشه والمنكر انا ما عنديش معها ما شنو خصتني شي سلعه ولا ما داك الشيء ورجعت للسيلون ديالي في داك الليل نقول لك مع شي جويل وحده جوج ديال الليل هكا ياك جي غادي نهز اخرى من السيلون ديالي حتى مع الليل والسات والكارتي كنسمع بحال شي واحد مقجوج كنسمع هذيك السيلون اللي تلك